بعد إذنك يا محترم، ممكن تعرض لنا فيديو للنعام اللي تعبان اللي الحاج سامح اداهولك؟ بعد إذنك، عشان بس من إيه من لأن ده جروب عام، وإحنا عاملين الجروب ده نفيد بيه الناس مش نخوف بيه الناس. يعني أنت شفت حتى حد معلق وبيقولك أنا خفت أخش المشروع بسبب الكلام بتاع الناس ده. فبعد إذنك عايزين فيديو كده للنعام اللي حضرتك واخده، فيديو للنعام وهو عند الحاج سامح، وفيديو للنعام وهو عندك بعد إذن حضرتك. بعد إذنك يا أستاذ أشرف، بعد إذن حضرتك ممكن تورينا فيديو للنعام اللي تعبان عشان نحكم كأنه هو تعبان، أو النعام ده مش تعبان، أو الراجل ده زي ما حضرتك بتقول نصب عليك، أو الراجل ده أنت بتتبلع عليه كده. ما يعني احنا مش هنقول مش هن مش هنقرا كتابه وخلاص، يعني الناس مش هتقرا كتابه وخلاص. انت الراجل زي ما حضرتك بتقول نصب عليك واداك نعام تعبان، ممكن حضرتك تصور الفيديو ده وتنزله وتكتب عليه المنشور اللي انت كاتبه، لكن كلام بدون فيديو وبدون فعل يا باشا بعد اذنك مش عايزين. بعد اذنك ممكن صورتين واضحين يا باشا بعد إذنك عشان الناس تحكم بما يرضي الله. وضح يا باشا، قول انت شارك كتاكيت امتى وبقالهم قد ايه عندك، والصور دي من امتى بعد إذنك. وضح عشان الناس تفهم صح، انت شارك كتاكيت دي من امتى، والصور دي امتى، وشارك كتاكيت بكام. عم احمد، كل سنه وانت طيب يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كله تمام، خليك معانا في الحوار ده كده الله يكرمك. بعد اذنك يا محترم، الفيديو عشان بس كده انت كده بتشهر بالناس وخلاص، عايزين الفيديو بتاع النعام اللي تعبان بعد إذن حضرتك. ابو سجد، اللي انا فهمته من الموضوع ان الاخ احمد اللي هو بينشر الصور ديت شارك كتاكيت ديت من اسبوع او من 8 ايام، تمام، كان شاريهم عمر شهر. طب ازاي هما دلوقتي عمر شهر ومن اسبوع كان عمر شهر والكتاكيت جايه زي ما انت شايف كده؟ فياريت برضو انا قلت اوضح بس المعلومه. يعني السلام عليكم، ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا ابو فريد؟ ازاي حالكم؟ كل سنه وانتم طيبين جميعا. بص، انت جبت كام حاجه في بعض. اولا الاسهال الاخضر دوت، ده معناها اللي هو برد. الكساح ده دخلت في حاجه تانية. الكساح حاجه والاسهال الاخضر ده حاجه تانية. الاسهال الاخضر ده لو اخضر فاتح ليموني يبقى الكتكوت ده هيجيله كساح لانه اكل حاجه في معدته، تمام. لو اسهال اخضر عادي، اسهال اخضر عادي فاتح عادي، يبقى دوت برد. ما بتكلمش، ليش دعوه بقى انت اخدتهم عمر اقل عمر اكتر، فممكن يكون المشكله اللي هو اخده برد منك، ممكن، الله اعلم. لكن لو الاسهال ده اخضر فاتح ليموني يبقى هم كانوا اكلين حاجه في معدتهم، فوقفت في معدتهم فبتعمل لهم كساح وبعد كده بيموتوا. انا برضو مش عارف الوضع ايه. يا استاذ اشرف الله يكرمك، انا مستني من حضرتك الفيديو، لا كده لا احذف حضرتك من على الجروب. لو سمحت يا استاذ احمد، كده حضرتك كده ايه فويس محترم كده، طلع تحكي لنا حكايتك كده من الالف للياء عشان ما نقعدش نكتب وده يرد بشكل معين وده يرد بشكل معين. بعد اذنكم يا جماعه كده عايزين نسمع الاستاذ احمد كويس، فويس محترم كده يحكي الموضوع بشكل كويس عشان نعرف واحد بس، واحد بس من الناس اللي عندها خبره يرد عليه، ابو فريد، الحاج سامح، اي حد محترم يرد عليه عشان ما نقعدش نحرق كتير. يعني يا باشا، هو أولا من خبرتي في النعام
موضوع الكتكوت اللي يضعف دوت، وتيجي تبص تلاقي ظهره يعني تحس اللي هو قتب كده، وتيجي تبص تلاقيه واقف رجليه بترقص ويقتب، وبعد كده يبدأ يتكسح. الموضوع ده احنا قلناه قبل كده وقلنا ملوش دعوة بتقل الكتكوت. في ناس تقول لك تقل كتكوت وتقل كتكوت ومش عارف ايه، ملوش دعوة بتقل الكتكوت خالص. الحاجة دي تبقى حاجتين، يا فيروس الكتاكيت دي جاي مثلا نقلة فيروس او اتفيرست في المكان، يا اما نقص عناصر في الموضوع، العلف اللي بياكلوه علف تعبان، يا نقص عناصر في العلف يا كتكوت شايل الفيروس من مكان اللي عندك يا شال عندك. في شال الحاجتين دول، تقول الكتكوت او الكتكوت ياكل كتير ويتقل ويتكسح وكلام من ده، ده ملوش علاقة خالص بالموضوع. بص يا باشا، هو اولا من خبراتي في النعام، موضوع الكتكوت اللي يضعف دوت، وتبص مع كامل احترامي لك يا عم احمد، الراجل اللي انا منزله الفيس ده نزل منشور ان هو في اشترى نعام تقريبا من الحاج سامح، والحاج سامح نصب عليه في النعام واداهوله تعبان. فاحنا قلنا بس ان نشوف النعام اللي تعبان، يعني ما نشيرش بالناس وخلاص، نشوف بس الفيديو قبل ما يشتري والفيديو بعد ما اشترى، عشان يعني واحد زي حالتك عنده خبرة يقول ان النعام ده تعبان او مش تعبان. بس ده قصدي يعني. وبعدين انا كلمت الراجل كذا مرة وهو ما ردش عليا. بص يا باشا، في بدء الامر انا جيت اشتري كتكوت، تمام؟ رحت لواحد محترم، السلام عليكم، انا راجل مربي نعام وعندي نعام. ما فيش مشكلة يا أبو فريدة، ما فيش مشكلة، بس سيب الراجل يعرض مشكلته، لو خلص وما بعتش خلاص ما فيش مشكلة. قول له يا باشا، يا إما خلاص تقفل على الموضوع ما تتكلمش فيه، يا إما حضرتك تفضل توضح الوضع إيه. وبعدين انا ما بتكلمش على الراجل اللي هو بيتكلم على الكتاكيت ده، في حد فوق شوية كان اتكلم ان هو شاري أسرة تقريبا او حاجة زي كده. مع احترامي ليك يا عم احمد، يعني حبيبي يا عم احمد، تسلم حبيبي. ماشي يا باشا، منك نستفيد يا كبير. اول حاجه اتفضل سجل يا استاذ احمد، قول مشكلتك ايه، لان احنا ما فهمناش حاجه برضو، انت قلت كلمتين وما كملتش. ايه الوضع وايه المشكله، احنا مش فاهمين حاجه لحد دلوقتي. كمل مشكلتك وقول اللي حصل كذا 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 كذا، ايه المشكله مش فاهمين، اتفضل حضرتك وضح. حاجة الأرضية مش نظيفة، تاني حاجة أما الواحد يلجح خضرة أي كتكوت نعام من عمري 15 يوم لعمر شهر ونص لعمر شهرين، ما يلجحلوش الخص كده كامل كده، المفروض يتخرط حتى. أكيد يعني الكتاكيت ديت يعني المعدة وقفت عندها، مش عارف والله، أنا مش عارف اللي بيقول الكتاكيت ديت ما بعملهاش ليه بمرض الله. يعني انا شايف المكان الكتاكيت كده غلط اساسا. بص يا باشا، انا دلوقتي الصورة ديت اللي هي في اللمبة الحمراء ديت، دي كتاكيت انا شاريها من 8 ايام. الكتاكيت دي يوم ما اشتريتها كانت المفروض ان هي عمر شهر، تمام؟ شاريها من واحد مديني الكتاكيت ديت على عمر شهر، سعرها 2900 جنيه، تمام؟ بعد ما جبت الكتكوت عندي بدأ يحصل عندي في خلال ال8 ايام دول لحد وقتنا هذا ان الكتكوت بيحصل فيه تغيرات كتير، بيحصل فيه الامراض اللي انا قلت لحضرتك عليها ديت في الفويس اللي قبل كده. كل ما اجي بقى اوري الكتكوت ده لحد زي حضراتكم كده يقولك الكتكوت ده مش عمر شهر، الكتكوت ده بقاله 8 ايام عندي، تمام؟ لما اكون شاريه من واحد وهو مديهولي على عمر شهر، واجي بعد كده اتفاجئ ان هو ما كملش اصلا الشهر وهو عندي لحد وقتنا هذا ما كملش شهر، يبقى انا يعني كلت بلح. وانت تحذفه ليه يا عم؟ انت بتحذفه ليه؟ ايه هو غلطان، الراجل غلطان، انا شايفه غلطان. حاجك في الارضيه كويس وبص في الارضيه كويس وانت تعرف اللي هو غلطان. ما تحذفش الراجل وتحذفه ليه؟ انت انصحه وقول له انت كده غلطان وكده غلط. الارضيه بالفعل ما هيش نظيفه، اللي بلجح خضره ديت ليه كتكوت لسه صغير عمري شهر ولا عمري شهر ونص، تتخرط خرط صغيرة عاملة زي الملوخية. مش ن... ن... مش تحط الخس كامل كده للكتكوت، هيوقف معدته. لا حول الله يا رب.
يا جماعة، اللي ملوش في الكتكوت ما يربوش كتكوت. اللي ملوش في الكتكوت ما يربوش كتكوت. ما نقولش مثلا انا استرخص واروح نشتري كتكوت، لا ما بتتحسبش كده خالص. وانت لو معاك 20 30 الف، طب ما تروح تجيبهم 5 6 كبار احسن لك، بدل ما تجيبهم صغيرين وموتوا كلك منك. ويطلعوا بقى الشباب يقولوا ده اصحاب المجال بايظين الدنيا وظالمنا واحنا اللي عاملين. ما انتوا يا جماعه اللي بتبوظوا الدنيا، يعني انتوا بايديكوا يا شباب اللي بتبوظوا الدنيا. تاخدوا الكتكوت ما بتعرفوش تتعاملوا معاه. حول الله يا رب. حمدي حمدي، انت مش فاهم حاجة يا حمدي، انت دخلت كده الاتنين في بعضيهم. ايه ده يا حمدي؟ اصبر يا حمدي ولحد ما تفهم الدنيا فيها ايه، ما تتكلمش خالص. يا حاج حمدي، انا ما بتكلمش على الراجل اللي بيعرض الكتاكيت، انا بتكلم على راجل كان كاتب، كان عامل فويست كده ان كان شاري نعام الحاج سامح، والحاج سامح نصب عليه نعام اسر مش كتاكيت، نصب عليه. فانا بعت له قلت له بعد اذنك عايزين فيديو للنعام اللي اتنصب عليك فيه، عشان الناس اللي فاهمه اللي زي حضرتك عم حمدي تحكم تقول ان النعام ده تعبان او مش تعبان. بس ده، لكن انا ما بتكلمش على الراجل بتاع الكتاكيت، الراجل بتاع اللي بيعرض الكتاكيت صورة ده انا ما بتكلمش عليه والله يا جدعان. انا عايز نعرف انت كنت بتتعامل مع الكتاكيت دي ازاي، يعني الخص اللي انت كنت بتلجحه للكتاكيت ديت خص كامل كده من غير ما تخرطه، مش غلط؟ انت بتتعامل مع طفل، دي طفل اللي انت بتتعامل معاه. ما الكتكوت انت شايفه بياكل قدامك ويشرب، بس المعدة واقفة عنده، المعدة واقفة عنده، يعني هتلاقي اكلته بسيطة والمعدة واقفة عنده. عارف هو المعدة شغالة وبتخرط له الحاجة اللي انت بتحطها له. انا شايف في الصورة اللي انت بعتها دي منزلها للخاص كامل، بلجح خاص كده كامل.